مما رأيت، هل نحن في حلبة مصارعة أم نحن في رياضة وجدت للروح الرياضية وليس لاستعراض العضلات؟ مشهد مزعج أن تعتدي على زميل بهذه الطريقة الوحشية لأنك خسرت، هذا دليل قمة الفشل. وإن حاولت الاعتداء على الإداريين بعد فعلك المشين لأمر مخجل أيضا. لابد أن تكون هناك وقفة صارمة تجاه كل من يظهر بهذا المظهر الفاشل. أنت في بلر الفاشل، أنت في بلر الفاشل، أنت في بلر الفاشل. أنت في بلد هي منبر ومهد للحضارة وموطن الأخلاق، وينعم الجميع هنا بالأخلاق والروح العالية والتسامح كذلك. أما